هذا المبنى يعد ملاذا آمنا لعدد من النساء النازحات أو المجتمع المضيف. المساحة الآمنة للنساء والفتيات في مديرية الشمايتين بتعز التي تم افتتاحها في العام 2018 ساهمت في التخفيف من معاناة عدد من النساء والأخذ بأيديهن حتى يصبحن فاعلات في المجتمع وقادرات على كسب لقمة العيش. أم أوس نازحة من العاصمة صنعاء إلى الريف الجنوبي في تعز، كانت جديرة بحجز مقعد لها في المساحة كونها معيلة لأسرتها، حيث تقضي ساعات طوال على آلة الخياطة بهدف تعلم هذه الحرفة لتمكينها اقتصاديا. نزحت بسبب ظروف الحرب وأتيت إلى هنا تعز وسمعت عن المساحة الآن لاتحاد نساء اليمن وأتيت كي أنضم إليها وأتمكن في الخياطة، ووجدت فيها فعلا الأمان والعاملين ما شاء الله ما بيقصروش مع حد. التدريب الذي تتلقاه النساء والفتيات في المساحة يشمل الأشغال اليدوية كالخياطة والحياكة والتطريز، وكذا تعلم الكوافير والنقش وتحضير العطور والبخور. وتظهر هذه النماذج في جنبات المبنى الذي يزدان بمنتجات ومخرجات النساء المشاركات في الدورات. تخرج المتدربة لديها مهارة كافية، فوق المهارة الكافية تخرج بمشروع. المشروع يستمر لفترة طويلة. حصل عندنا عدة قصص نجاح لنساء عانين من النزوح. المساحة الآمنة تعمل وفق المعايير التي وضعها المانحون، من أن الدورات تستهدف النساء والفتيات المعيلات، حيث يتدربن لأكثر من شهر وحققت عدد منهن قصص نجاح ملفتة. لكن جائحة كورونا جعلت عدد المستهدفات محدود، والعمل في المساحة وفق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية. نراعي في الدورات التدريبية عمل معرض متكامل لكل أنواع التدريب اللي يحصلن على النساء للمشاركة في الفعاليات، يحصل فيها نوع من أنواع تبادل الخبرات والمهارات بين المتدربات والمجتمع بشكل عام، وفيه نوع الدعم الاقتصادي المستفيدة من برنامج التمكين. إلى جانب التدريب على الحرف اليدوية يتم تقديم الدعم النفسي والعون القضائي، وأحوج ما تكون له النساء للتخفيف من وطأة الآثار النفسية جراء استمرار الحرب وتبعات النزوح. في ظل الحروب القائمة في البلاد وجدت المساحات الآمنة التابعة لاتحاد نساء اليمن لتقديم مجموعة من الخدمات للنساء، منها الخدمة القانونية والنقدية والتمكين الاقتصادي. بعد حصول النساء على الخبرة الكافية في المساحة الآمنة يتم تسويق أعمالهن من خلال المشاركة في العديد من المناسبات والمعارض الخاصة بالمرأة للمساعدة في إعالة أسرهن، على أمل أن تنتهي الحرب ويعود النازحون إلى ديارهم بأمان.